السلام عليكم اخواني، هذه التجربة الثانية للعمل المجسمات الى ارادة بمايا، ان شاء الله هالمرة تكون صحيحة. ان شاء الله هو العمل فكرته باني سوف اقوم ربط البارتيكل فلو بالمجسم السفير، هو الذي سوف يقوم بقذف الجزيئات بدل من البارتيكل فلو، وتتحكم ايضا ب نستخدم معدلات للسفير كنويز بمعدل الضجيج مثلا. ونلاحظ التغيير، نلاحظ هسه ان تغير شكل الكره بدات بالقذف، وهذا التطبيقات ان شاء الله تكون صحيحه وهو ما يريد ان شاء الله ابو ماي. نلاحظه ان تغير الشكل المجسم الكره تتغير الانطلاق وقذف الجزيئات. يعني الان مثلا لو اردنا تغيير الجازمو للسفير نلاحظ تغير في توزيع الجزيئات، وهذا شيء مفيد. نلاحظ التغير الحاصل عند تحريك الجازمو، طبعا العمل تم بأشياء بسيطة، وهي استخدام البارتيكل فلو كقاذف للجزيئات والدراج والويند، وأعطى قيم بسيطة لها، ثم عمل تجييرات للبارتيكل فلو كي يقوم بإطلاق الجزيئات أو قذفها. لاحظ أيضا الويند أو الريح عند تغيير مكانها سوف يؤثر على الجزيئات، ولكن البارتيكل فلو الأساسي لا يؤثر عليه لأنه قمنا بإنابته بدل السفير. لاحظ التغيير حاصل عند تحريك الريح، وشكرا. إن شاء الله يكون هذا التطبيق صحيح، واشكر الاخ ابو مايه.